شكرا لكل المشاهدين يلي عم تابعونا من بدايه الحلقه لهلا. هول التويتس وبعض التعليقات يلي عم تبعتون لياهم على هاشتاج منا وجر بالعربي بالعربي. ضيفنا رح ينضم لنا هلا على الاستوديو هو كاتب مسرحي مخرج وممثل، صراحه انا بحبه كثير وصديق عزيز لي، الممثل والنجم جورج خباز. جورج خباز اسم الله عليك هالشعبيه كلها. خلي لي اياك. هذه الشعبيه كلها من التلفزيون من المسرح من وين اكثر شيء؟ شو بعرفني؟ من اثنين بعدين. من الله. من الله منيحة من الله. خليكي حدي. وين بتحسها اكثر؟ يعني الاشخاص اللي بيشوفك على الطريق اللي بيوقفوك تيتصوروا معك بيعرفوك اكثر بيحكوك اكثر عن اعمالك التلفزيونيه مع انه صار لك فتره غيب شوي عن التلفزيون، ولا بيحكوك عن السينما او اكثريته بيركزوا على المسرح؟ هلا الفتره على المسرح لانه المسرح كمان عم ينعرض على التلفزيون، يعني بيحكوني اكثر شيء على المسرح لانه صار لي زمان مش شاغل تلفزيون، صار لي من سنه 2011 اخر مره اشتغل تلفزيون. انت بطل على التلفزيون من سنه 94، يعني شاركت بمسلسلات، شاركت ببرامج كوميديه، بافلام سينما، وكمان مسرحياتك اللي بنشوفها على شاشات التلفزيون، عندك اغاني كمان ببعض البرامج، واهم شيء هن الخطابات، يعني كل ما تعمل خطاب معين بيروح فايرل ثاني نهار على كل وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف بعض المقتطفات عن اعمال جورج خباز، البعض منهم ومنتابع حديثنا. بعدك سهران؟ كنت عندها؟ قريبا بعرفك عليها. بتصدقش قديشني مبسوط يا بودي، وانت ايش عملت؟ الو الو اهلا الو اهلا مين معي؟ انت مين معي؟ معك اذاعه صوت الاصوات. صرنا ساعة بنطلبكم، وينكم يا شايخة؟ شو اسمي؟ يلا رجرج بعد رجرج، يلا يلا شو عندك رجرج يا حبيبي؟ يا عمي هذا طباخ يا ما كومبريسور. لك ليش قطعتش بطاقة بتنزل تقعد معهم؟ حضرها من تحت بتعجبك. بسط شفتك لو ما شفتك. هلا لشيت على التات شو لميت؟ شو هاي؟ البرفان حطيتها مظبوط. بلا أخذ دور عسكري فرنسي بالعراق صامت طبعا، بلا أخذ دور نايم بالبرلمان عندنا صامت أكيد، يعني ستنا الناس عم تتشقف بجنوب وانا مش مستعد اتشقف بلاش، حبيت اهلا وسهلا، ما حبيتي في 100 وحيا خليل للمسرح لانه هالمنبر التواصل الانساني عم ينفقد للاسف الشديد يوم بعد يوم. واو. انهينا بالمسرح واليوم هو يوم المسرح العالمي تحديدا، شو بيعني لك هذا اليوم بالذات؟ بيعني لي كثير. المسرح يكاد يكون هلا المنبر الوحيد التواصل الانساني، التفاعل المباشر مع الناس، اللعبه المشهديه الفنيه الراقيه يعني صارت وحده هلا بتعبر ان كان صغار او الكبار. يعني المسرح منبر ترفيهي، منبر فكري، ثقافي، تواصلي، مش بس بيتواصل المشاهد مع الممثل، بيتواصل مع نفسه المشاهد من خلال شخصيه بنقيها وبتشبهه وبتفاعل مع نفسه من خلالها، بيبكي على حاله وبيضحك على حاله من خلالها، وهيدي اهميه المسرح. جورج خباز انت من الممثلين اللي بيلعبوا على عواطف الناس بادوارهم. يعني اليوم كل الادوار اللي بتاخذهم بنحس بتجسد بعض الادوار كمان بتجذب هيك نوعا ما عواطف الناس. لا انا ما بلعب عواطف الناس، انا بنقي ادوار بتشبه الناس بكل بساطه. فالناس بتحس حالها منتميه لهذا الدور او لهذا المشهد. أغنية فش خلك فش كتبتها لحنتها وغنيتها عمر 20 سنة، كمان عمر 20 سنة الأرشيف جبتوه فظيع. أنا ما عندي إياه هذا الأرشيف بعد صالحة. إيه للأسف إيه مصاري ما فيش. هذا أقل شيء فينا نعمل إنه نجيب لك أرشيف هالقد قديم يعني. بعدها صالحة الأغنية اليوم؟ بعدها صالحة أكيد على طول صالحة. الفقر ما رح ينعدم يعني. يمكن يخف بس ما رح ينعدم. إن شاء الله بيخف وأنا متأمل. إذا بدي أطلب منك تدندن شيء بتدندنه ولا بتدندن شيء ثاني؟
دندن شيء ثاني، دندن غنية ثانية بحبها كثير. يلا. كمان بتعني كل الناس، اسمها كبرت البنوت، سامع فيها؟ ايه. بتقول كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز، تتركني وتفل، ربيت بدموع العينين، ربيت بالنقد وبالدين، يجي واحد مدري منين، بياخذها وبيفل. عفيك. أبو البنات. 100% فش خلقك فش فش خلقك فش مصاري ما فش أحسن من القعود لا تهش ولا تنش فش خلقك فش مصاري ما فش هول حطيتهم ما فش طب بهالعشرين سنة اسم الله عليك ما بتوقف إذا كنت عم بتعلم بالجامعة إذا كنت عم تشتغل كمان بشركتك بالدعايات إذا كنت على المسرح على التلفزيون كمخرج في مصاري بالعشرين سنة بهذا الدومين؟ أكيد ما بتغتني من وراء التمثيل من وراء الفن بس إذا كنت نشيط وعم تشتغل بذكاء نوعا ما بترتاح ما بتعوز حدا والحمد لله أنا مرتاح بالكواليس المسرحية رقم 13 يلي عم تنعرض هلأ على مسرح الشاتو تريانو هيدي المسرحية اليوم صدى تبع هيدي المسرحية فعلا إيجابي كتير العالم حبتها أنت وقت عملت هيدي المسرحية شو فرقت عن باقي المسرحيات وليش أخذت هالصدى السريع هالمسرحية بتجمع كل أنواع الكوميديا بعمل واحد بيونت وحدة يعني في عنا الفارس عنا الفودفيل عنا الإكسبرسيون كوربوريل التعبير الجسدي عنا الستاند أب الميوزيكال الكوميديا الموقف عندنا الدراما عندنا القصيده يعني موجود كل انواع تقريبا حتى المسرح اذا بدك مش بس الكوميديا بخط واحد بيحكي عن زوجين المره بتغني مشهوره بتعرف المجتمع الذكوري الزوج منتهي دوره مش قادر يلعب دوره الحقيقي المطلوب منه فبيقرر يعمل ثوره على وضعه ما راح اخبر اكثر من هيك تما نقتل عنصر مفاجئ انت زوج الست نخلي الناس انا زوج الست بالمسرحيه بالحقيقه بالحياة لا إنه أنا جوز ست وهي الحياة جوز بدون الست لا بالحياة تقبل مرتك تكون أشهر منك تقبل تكون زوج الست بالحياة أكيد والست تكون كمان مرت الزوج ده يعني حضرت المسرحية كيف لقيتها أول شيء لقيت إنه في جديد في مع إنه بعرف ستايل تبعه اليوم كمان مجدد بحاله بشكل رهيب كتير حلو ما في ثانية فاضية ما في ثانية الناس واقفة يعني عم تتفرج لا كلهم ضحك وضحك وضحك ومن ضحكة وضحكة في ضحكة كتير كتير عجبتني شكرا مرسي كتير عجبتني الله يخليك بقى هلا في شغلة بدي أسألك عنها تفضل كل مبين إنه كله ستايل تبعك هل في إمكانية جورج خباز يجي شي نهار يستعين بكاتب غير طالما انا قادر لشو؟ طالما انا قادر انه اعمل كل المهمات ماني بحاجه استعين هلا لما بحس حالي ايه راح افرغ من الافكار او مش قادر اقدم عمل بليق باللي قدمته قبل ممكن استعين بكاتب ما وصلت لمرحله انك تحس انه انت قدمت كل شيء عندك لا بالعكس نحن على طول بتعرفي نحن ارض خصبه للمواضيع وانا على اطلاع دائم يعني انا بشتغل على موهبتي لحتى يعني مثل النبته بنضل نسقيها اطلاع وثقافة وعلم لحتى نقدر نستمر بهذا المجال جورج انا هوني بس تفضل انا حضرت لك كذا مسرحيه عندك القدره انه مثل ما بنضحك كثير دغري فينا نرجع نبكي يعني عندك هيدا الدغري سويتش اون سويتش اوف يعني يا بنضحك كثير يا بنبكي بذات الوقت وبس بدي اقول لك شغله بعد زياده اللي بحسه دائما فيك انت وبالاشياء اللي بتعملها ما بتروح على ال بتعرف هلا بالكوميدي كثير بيلجؤوا للاشياء السكشوال المبتذله لا يضحكوا لا يعبوا لا بيفكروا هيدا الشيء بيخلي الواحد يتعب انت ابدا ما بتقرب على هيدا الموضوع بدي اعرف رايك شوي بهيدا الشيء انه عن جد قد ايه صار عامل مسرحيات ما بنشوف ابدا شيء مبتذل ابدا اول شيء شق الاولاني من السؤال قصة الكوميديا والدراما مع بعضهم هي نحن حياتنا كلبنانيين نحن بتطلع بوجه اللبناني بتلاقي الدمعة بعينه والبسمة عتمه لأنه هو طواق للفرح وإرادة العيش عنده فوق كل اعتبار بس الظروف معكسته فالكونتراست هيدا إذا بدي يكون أنا حقيقي بمسرح يكون مرايه ناس على مجتمعي ولشخصيات مجتمعي وانقل هواجس الناس بدي يكون عم بشتغل النوعين يلي هن بيقولوا له بلاك كوميدي علميا او الكوميديا السوداء كوميديا السوداء هلا بالنسبه للابتزال اول شيء انا تربيتي يعني بتخولني اني ما اروح صوب هالاتجاه بعدين بلاقي اللي عنده افلاس فكري وثقافي خاصه بالكوميديا بيروح صوبه يعني اهين شيء ضحكي
بلعب على الغرائز الجنسية أو لعب على الغرائز السياسية حتى أي شيء خاصة ببلادنا العربية. فأنا بفضل أرقى أنواع الكوميديا اللي هي كوميديا الموقف يلي بدأ جورج لأيمتى ناوي تبقى عزب؟ حتى إشعار آخر حتى نلاقي الشخص المناسب. إذا بدنا نساعدك باختيار مواصفات عروستك رح أعطيك بعض الأشخاص المشهورين وتعطينا أنت أي صفة معقول تاخذ من كل شخصية. إذا بدك تاخذ صفة من نادين لبكي شو بتاخذ منها؟ نادين صديقتي بحبها كثير وهلأ فيلم جديد على فكرة أنا أحد يعني واحد من الكتبوا معه بفيلم جديد نادين بياخذ ذكائها ونشاطها. شو بتخبرنا عن فيلم جديد هيك؟ فيلم كتير حلو لا خلي هي تخبرك عنه أفضل. شو بتاخد من أنجلينا جولي؟ إنسانيتها ونخوتها إنسانيتها. شو بتاخد من ندى أبو فرحات؟ حقيقيتها حقيقية كتير ندى. من مايا جيب؟ طولة فينا ناخده سوا ونقص منه من ليال دو هضمتها من ليلى عبد اللطيف ليال صديقتي كمان ليلى عبد اللطيف رؤيتها ممكن ترتبط بواحدة أطول منك؟ ايه بس كارثة كيف بده يجي الولد اجر طويل اجر قصير جورج انت صرت عامل لحد هلا 13 مسرحيه ومن واحد اسامي مسرحيتك بدنا ترد على هالاسئله السريعه على طريقتك اوكي اي رح نبلش رح نشوف المسرحيه ورا وحسب عنوان كل مسرحيه بدك تجاوبنا على السؤال اتفقنا ردي يلا اي مصيبه جديده جايه على راسنا قريبا لا هذا لا فيش غلط ورا غيره المصيبه جديده جايه على راسنا سؤالك نعم. سؤال اسئلتك الجاي اسئلتك الجاي ولا فيش الغلط اسئلتك الجاي ولا فيش الغلط لو كنت كذاب كبير فشو اول كذبه بتخطر على بالك تقلنا اياها اليوم حلو سؤالك شكرا هي طيب شو عم بيقول لك الناس هلا وقتها تعمل شو تتجوز حرقين سلافي بهالموضوع يعني هديك اليوم الفالي الباركينج اي متى بدنا نجوزك يا استاذ نطور البنايه عايزين نرقص عرسك يا استاذ فكل واحد كل الناس بدها تجوزني شو القضيه اللي شغلت لك راسك صراحه في حرطه بموتور سيارتي صار له لا بس تنحكي جد القضيه شغلت لي راسي هي الوضع المنطقه منطقه نحن هون حوالينا ونحن يعني الامنه جمر تحت رماد بخوف يعني مستقبل مجهول على الطريق يصير معك مليون دولار ولا بعد قديم سؤالك شوي لا عم بمزح ان شاء الله بالعكس الله يزيدهم لا الله يسمع منك برجع الله يرتجي العروس برجع أبعد لك إنه نحن بهذا المجال بلبنان منرتاح إذا عم نشتغل بس ما منختني يعني فإن شاء الله يسمع منك إذا تخنينا يعني فوق ال 100 مليون بالنسبة لك لا مين بروفيسور المسرح بالعالم العربي؟ بروفيسور إيش كتار فينا نقسمون؟ أعطيني شخص واحد دوريد لحام إيه معلش خليني بكفي بس في بمصر عادل امام حاليا وفي بلبنان عندنا العبقري زياد الرحباني جورج شو مطلوب تتبطل عصبي مطلوب علبه الاكزوتانيل عم بمزح مطلوب مهنيه اكثر ومصداقيه اكثر بالشغل من الاخرين أنا مش عصبي إلا بالشغل صراحة، برات شغل كتير رايق. شي مرة حبت؟ لا أبدا لا ما في لأن ما فيك تطلع على المسرح منك موجود، الفن عصر الرحباني بيقول الفن ابن الوعي مظبوط فما فينا نغيب عن الوعي نحن عم نقدم مسرح تحديدا. سؤال حلو كتير وجواب سريع، مين الأول بالصف بالفساد بلبنان؟ صف واحد كلهم هيك حبايبي
سريع سريع سريع. بنستثني طبعا بنستثني كم واحد عم يشتغلوا ضد الفساد، البعض منهم برات السلطه والبعض الاخر جوات السلطه كمان عم يشتغلوا جديا ضد الفساد. خلص مشي حال امل 9 اشهر مسرحيين. اي سنه؟ لا عم بحكي ضمير. اي سنه كانت الاول بالصف جورج؟ 2012 2011 2012. على شو مختلفين رجال الدين اليوم؟ مختلفين؟ عن مصاري؟ لا انا بلاقيهم مش مختلفين. على شو مش مختلفين؟ مثل اسم المسرحية. مش مختلفين انه كلنا بدنا امن بالبلد صراحة. نعم. كلنا بدنا نحافظ على الامن لانه بدنا نعيش بسلام ببلد يستحق السلام. حلو. مظبوط. مين اللي ناطرينه يرجع من الموت تيعمر البلد؟ في عمى. لك كتار بس بحكيك صراحة أنا مش ناطر، أنا متكل على الأحياء ومتكل على الجيل الجديد وعلى الشباب. إن شاء الله الله يوفقهم لنرجع ننهض بهالبلد. أكيد نتعلم من اللي راحوا، الضمير يوعى نتعلم من الموت. طبعا نتعلم من اللي راحوا، نتعلم بدنا يقوم من الموت كمان نخوة الشعب اللبناني يحاكموا كل حاكم عم يستهتر بيومياتهم. مين طالع عبالك يكون واقف ورا الباب حتى تضربه كف؟ نيحة اللي اخترع المدرسة. بسم الله. هلا فلنا شعبيتك يا نايم. هلا 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 بيزعلوا منا بس اللي اخترع الجامعة. لا كتر خيره. ايه كتر خيره بس خليني خبرك مش بس اللي اخترع المدرسه، انا برايي اللي اخترع المناهج التربويه عندنا. أيوة. بلبنان يلي مليانه حشو وبتضيع وقت التلميذ، وانا شخصيا بعتقد ما طولت لانه شنطتي كانت نزلت. مع الوقت ممكن تعمل عمليه تجميل؟ الا اذا صار معي لا سمح الله شيء اكسيدون كبير، بس لا انا سعيد جدا وفخور بانفي الذي لا يقع. شو بيصير بالعاده بالكواليس لما بيجتمع جورج ببنت حلوه؟ على الهوا هلا بدي خبرك؟ لا بالكواليس. ليك اذا كواليس مسرح ما في حلوه مش حلوه. طالما بنت رجال كله بده ياخذ تعليمات ويلعب دوره. هلا انا بحياتي الشخصيه افتكر كله بده ياخذ حقه. لا 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 ابدا ابدا. بنشتغل بمهنيه ما بنخلط. نعم. بين كواليس المسرح كواليس حياتي الشخصيه بصير كثير قصص حلوه. وعلى فكره يعني تعبير عن الحب كمان بالجسدي كمان جزء اساسي بالحياه بين كوبل، يعني حش نتخبى وراء اصبعنا ونستحي من هالامور. على امل هال 13 مسرحيه يصيروا 100 مسرحيه. الله يخليك. وتضلك دائما على خشبه المسرح وتضلك دائما محافظ على المسرح اللبناني وتلاقي عروس اهم شيء.